حياك الله. إذا بعد هذا اللقاء الثري ننتقل إلى دينامو برنامج صباح الخير الكويت، إلى خارج استوديو صباح الخير الكويت مع الزميل نجيب القحطاني اللي موجود في الأدلة الجنائية. ماذا عندك في الأدلة الجنائية في هذا الصباح يا نجيب؟ شكرا زميلي عبد الرضا، صبح عليك بالخير وصبح على ورود وصبح على كل مشاهدي تلفزيون دولة الكويت. ومن يعني اللقاء الثري الى لقاء اثرى واثرى واجمل يكون هني في عندنا في اداره الاداره العامه للادله الجنائيه. هذه الاداره احنا موجودين في المختبرات، هذه المختبرات موجوده ومخصصه فقط للمخدرات والمؤثرات العقليه، لكن ودنا حتى المشاهد يشوف ما يدور في هذه الاداره، ما يدور في اداره المختبرات من مواد مخدره يعني يقومون بفحصها وارسال هذه المواد من قبل المباحث او من قبل الجهات الامنيه. لكن ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا السيد حيدر علي بوجباره، رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقليه في اداره الاداره العامه للادله الجنائيه. الساد حيدر يعطيك العافيه وعساك على القوه، صباحك الله بالخير. الله بالخير ونصبح على المشاهدين الكرام. يعطيك العافية وعساك على القوة السيد حيدر علي بوجبارة، رئيس قسم المخدرات في الأدلة الجنائية. لكن احنا موجودين في المختبر نفسه، هذا المختبر احنا شفنا شغلات كثيرة جدا، لكن انا ودي قبل لا ندخل احنا بأسئلتنا، انا ودي اراوي المشاهد الكريم انه يعني في شغلات يمكن اولياء الامور ما يعرفونها، مثل خلينا نتكلم عن هذا الحلاو، هذا الحلاو لو تشوفه بيدين طفل او بيدين ولد ما يدرون، لكن هذا الحلاو وهو مادة مخدرة. نعم. في فترة السياحة الناس تروح تسافر في دول مو دارجة المواد المخدرة، بعض المواد المخدرة مثل الحشيش. يعني إذا رحنا هولندا مثلا مادة الحشيش ما تدرج، مو مدرجة ومسموح بتعاطيها. فشو اللي يصير أن بعض الشباب يروح مو عارف ان الشغله هذه مدرجه بالكويت او ممنوعه بالكويت، فيروح يشتري المواد هذه. مثل ما انتم شايفين حلاو، هالحلاو هذا يحتوي على ماده الحشيش المخدره. طبعا تعاطي بالكويت ممنوعه. شوف حلاوه عاديه، شوف حلاوه عاديه. اي اي حلاوه عاديه، بس لما يدخل مطار الكويت ويشوفون هالجمارك، وخصوصي انه واضحه من العلبه ورقة الحشيش ومكتوب عليه كنابس، فالجمارك على طول من يشوف الكتابة هذه عليها والرسمة يحولها إلى المختبرات الجنائية، وإحنا بدورنا نفحصها هل هذه المواد تحتوي على مواد مخدرة من عدمه. إحنا خلنا الحين خذينا الحلاو، لكن خلنا نأخذ الكاكاو. خل المشاهد الكريم يشوف هذا كاكاو عليه نفس الشيء. نعم نعم، هذه نفس الطريقة مثل ما انتم شايفين، رسمة ورقة الحشيش الماريوانا مع ومكتوب كنابس، ونفس الشيء هذا واحد من السياح اللي راحوا الدول الأوروبية اللي ما تمنع مادة الحشيش وشرى المواد هذه على أساس انها تعطي بس الطعم مادة الحشيش، ما يدري ان هذه ممنوعة بالكويت وتحتوي على مادة الحشيش المخدرة. هو كاكاو عادي. كاكاو عادي. هذا احنا نتكلم عن الحلويات وعن الكاكاو، لكن احنا نتكلم عن المخدرات السبايسي اللي يعني جرمت قبل فترة، هذه المخدرات اللي تشوفها تقول هذا والله حلاو او شغلة معينة موجودة، لكن هذه مواد خطرة جدا. خطرة جدا. مادة السبايس طبعا بدت ترد إلى الكويت من سنة 2010 إلى 2012. طبعا المادة هذه في بدايتها ما كانت مدرجة، ولكن احنا نعرفها إلى يعني بعد فترة قمنا نسوي أبحاث عليها واكتشفنا أنها تحتوي على مواد مخدرة وخطرة جدا جدا جدا. هذه المواد تأثيرها نفس تأثير الحشيش ومضاعفاته توصل إلى 200 مرة قوة تأثير الحشيش اللي هو الكيميكال يسوونه بالكويت. طبعا هو الحشيش المصنع، وتأثيره طبعا مهلوس، ومع الوقت يصير يسبب العنف، وممكن اللي يتعاطى تصرفاته ممكن أنه يرتكب جريمة فيها. لكن سيد حيدر يعني هذا يعني انت تشوفه من برا
كان يعني صورة لعبة أو كان على ألعاب معينة موجودة. إحنا نشوف يعني عندكم هالضبطيات هذه الوايدة، لكن هو يمكن خلنا حتى لو نعرف المشاهد الكريم إنه يحتوي على مادة مثل هذه داخل تقريبا، صح؟ خلنا بس نروح. هي مثل ما أنتوا شايفينها، هي شكلها كأنها نبات، ولكن هي مواد كيماوية. هي مثل البودر، مواد كيماوية لها تأثير قوي مثل ما قلنا وخطر. يتم رشها على نوع من النبات اللي ما يكون له تأثير سمي داخل الجسم. فلما يرشونها طبعا يحطونها في أكياس مثل هذه، ويكتب عليها انها معطر جو. يكتب عليها معطر جو، معطر جو، وليست للاستخدام الآدمي، بحيث انه هو يبيعها على اساس انها معطر. فاي الشخص يلفها بسجارة ويدخنها بعدين يشتكي يقول والله انا اخذت هذه ودخنتها وعطتني تأثير مخدر. ف اللي صنع المادة هذه يقول أنا كتبت عليها ليست للاستخدام الآدمي. لو نرجع لو نتكلم عن كم وصل عدد المواد الحشيش يعني والمصنع عندكم الكيميكال حتى هذه اللحظة، احنا موجودين معكم، احنا شوف الله يعطيهم العافية الخوات اللي موجودين في المختبر، عندهم ما شاء الله قضايا كثيرة موجودة وقاعدين الآن في هالمختبر في هذا المكان. هذا المختبر اللي هو يظهر الحقيقة ويوصل الشخص مثلا على تغريركم أنت ويوصل إلى يعني إلى السجن أو إلى الإعدام، ولا عرفت شلون؟ لأن هذا المكان هو اللي يثبت هذه المادة هل هي مخدرة أو غير مخدرة. نعم. طبعا الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة بدأت مادة الكيميكال تدخل الكويت بكميات كبيرة. الكميات هذه طبعا بالبداية مثل ما قلنا إحنا ما كنا نطلع فيها تقرير إيجابي لأنها ما كانت مدرجة ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية. بالفترة الأخيرة تم إدراجها في جداول المؤثرات العقلية وجرمت، وكنا نكتب فيها تقارير تتحول إلى النيابة ومن ثم إلى المحاكم ويتخذ فيها القضاء. يعني القضية تأخذ مجراها عند القاضي. نعم، عند القاضي هل يسجن المتهم؟ طبعا في أغلب الوقت يسجن المتهم. طبعا الكميات كانت تجيب كميات كبيرة بالآلاف، ولا زالت توصل داخل الكويت لأن لحد الآن مو الكل عارف أن أدرجت هذه المواد. فالحين لازم يكون يعرفون الناس ان ادرجت في قانون المؤثرات العقليه ويجرمها القانون. هذه رساله واضحه لكل من يشاهدنا على برنامج صباح الخير لاولياء الامور للمدارس للكل ان هذه الماده ماده مجرمه. لكن يعني ودنا باختصار عندكم انواع من المخدرات، احنا قاعد نشوف فريق عمل يعمل على فترات طويله ولي اكتشاف، لكن ممكن احنا شو عندكم الهروين، عندكم المخدرات، عندكم القات، عندكم امور كثيره جدا موجوده في هذا المختبر. نعم. طبعا احنا تردنا كثير من انواع المخدرات، منها الهروين، منها الحشيش، الى الميثامفيتامين اللي يسمونه الشبو بكثره. وطبعا المتهم اللي يمسكونه عنده مخدر، عنده تشكيله، مو تصير عنده بعد حتى نوع واحد، انواع كثيره. طبعا بالفتره الاخيره بدت خلطات جديده تينا، حتى قاموا يخلطون الهيروين مع الشبو، وهذا له تاثير جدا سيء على عقل الانسان، ممكن انه تسبب له الى جلطات، جلطه بالمخ يرفع ضغطه ويسبب جلطه. احنا نقول الله يعطيكم العافيه وعساكم على القوه، واحنا معاكم دائما يدا بيد يعني اسره برنامج صباح الخير وزاره الاعلام، ونعطي هذه رساله توصل لكل من يشاهد هذا البرنامج لنوصل له ان هذه الشغلات ممنوعه. يا اولياء الامور ديروا بالكم على عيالكم، يا الجهه المدرسيه، الكل يعني الصاحب صاحب على ما قالوا. فاحنا نقول الله يعطيك العافيه سيد حيدر علي وجباره، رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقليه في اداره الادله الجنائيه في المختبر، يعطيك العافيه وعساكم على القوه. واليوم ما شاء الله احنا شفنا اشياء كثيره جدا احنا ما كنا نشوفها من اول. أشكركم على المقابلة هذه، ونتمنى أن أولياء الأمور يراقبون عيالهم، خصوصي إذا كان طبعا الولد أو البنت طبعا في حالة غير طبيعية، يتغير سلوكه فجأة معناها في شيء. نصيهم أن يراقبونهم ويطالعون في شيء
ولا ما في شيء. الله يعطيك العافيه سيد حيدر علي بجبار رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقليه. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا التقرير الحي المباشر من الاداره العامه للادله الجنائيه، وشاهدنا معكم امور كثيره، لكن راح نرجع الى عبد الرضا لتكمله الفقرات المميزه لبرنامج صباح الخير. زميل عبد الرضا لك الهواء، تفضل. شكرا لك نجيب، يعطيك الف عافيه.